اولا وقبل كل شيء كنشكروا جريده اخبارنا اللي كتواكب هذا الحدث اللي عرفته مدينه وجده، وهو انتخابات جزئيه اللي كانت خص واحد المقعد في مجلس مدينه وجده. والحمد لله اللي حزب الاصاله والمعاصره بالمثابره والوقوف نتاع الاخوان نتاع الحزب نتاع الاصاله والمعاصره اللي قدرنا ان نحصل على هذا المقعد بواحد المرتبه مشرفه وواحد العدد لا يستهان به، هو 1100 صوت. وكنشكروا جميع الاخوان اللي سهروا على هذه العمليه، لا من السلطات المحليه ولا الاخوان ديال المكاتب التصويت ولا كاع اللي ساهموا عن قرب ولا عن بعد، وخاصه الصحافه التي واكبت هذه الاحداث واللي ان شاء الله كلت بالمرتبه الاولى لحزب البام. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على مولانا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. معكم محمد بن داود، عضو جماعه وجده، نائب كاتب مجلس نفس الجماعه. اليوم بغينا اول حاجه نهنئوا سي نور الدين الزرزور اللي حدا بالثقه نتاع سكان مدينه وجده اللي ساكنه بوقاته ما يزيد على 1000 صوت. وكما تعرفوا تعرف الساكنه وعرفوا المتتبعين للشان السياسي والشان المحلي في المدينه بلي هذه الانتخابات جات انتخابات جزئيه اللي شهدتها بعض المدن تاع المملكه المغربيه بسبب القاسم الانتخابي اللي ما اكتملش ال 61، واليوم الحمد لله اكتملت ال 61 وارتأت حزب الاصاله والمعاصره وقياده حزب الاصاله والمعاصره ان تزكي واحد الشخص اللي هو كفء اللي تميز بالعطاء ديالو طيله سنوات عديده من التسيير وراكم واحد التجربه اللي هي كبيره من 2003 حتى 2009 ومن 2009 حتى 2015. اكيد ان سي نور الدين الزرزور غادي تكون عنده واحد القيمه مضافه، لذلك جندوا خيره مناضلين وشرفاء وخيره رجال اللي جندوا مع سي نور الدين الزرزوري باش يبوؤوه لهذا المقعد هذا بواحد العدد اللي هو محترم تاع الاصوات. وكانت انتخابات جد سهله بالنسبه لهذه القامات وهذه الهامات اللي موجودين هنا امام قصر الجماعه وجده، قصر البلدي، باش يهنوه وباش كذلك يجدوا الالتزامات ديالهم مع الساكنه نتاع مدينه وجده باش يقولوا لهم باللي ان جماعه وجده عادي تكون تسير ان شاء الله تسير جيد وايجابي، وما عادش تكون الممارسات نتاع الماضي اللي كانوا يتسبوا فيها مجموعه من الكائنات اللي كانوا بكامل الاسف انهم يوقفوا المصلحه نتاع المدينه ومصلحه البلاد والعباد. لذلك كاين رجال اللي عادي يكونوا صامدين من داخل الجماعه ومن خارج الجماعه، مناضلين وفعاليين جمعويين اللي عادي يوقفوا لهذوك الناس اللي كيبغيو يبتزوا مؤسسات الرئاسه او يبتزوا مدينه وجده مع كامل الاسف بسبب اغراض شخصيه لهم ومارب شخصيه لهم. نوعدوا سكان مدينه وجده هذوك الاصوات اللي عطاوها لنا واللي بوؤونا لها لا في الانتخابات الاولى لا في الانتخابات نتاع سي نور الدين الزرزور باللي اننا سوف نرعاها حق رعايتها وباننا غادي نحافظوا عليها وباللي هذاك الصوت هذاك راه في امن وفي امان وغدا غادي نسالوا عليه امام الله. لذلك حنايا بغينا وزيدنا وكنا مرتاحين ومستبشرين وبكل اريحيه سي نور الدين الزرزور بما يمتاز من تجربه وحنكه وخبره ونزاهه وخاصه نزاهه واستقامه باش يكون في الجماعه، لان المجلس هذا خصو يوصلوا اللي يستحقوا وخصو يوصلوا الناس النزهاء والشرفاء اللي حافظوا على الامانه ويحافظوا على هذه المسؤوليه اللي غادي يتسالوا عليها امام الله. مره اخرى نشكر نور الدين الزرزور اولا حاجه على 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 الثقه نتاع القياده السياسيه اللي وضعتها فيه في شخص الاخ عبد النبيبيوي، وكذلك في شخص المناضلين اللي بوؤوا هذه المكانه وطلع مرتاح لهذا المقعد هذا. وكذلك نهنئوا واحد المجموعه من الغيورين اللي وقفوا كالجبال الراسيات، منهم السي نور الدين الحارتي، منهم السي مصطفى السالمي، منهم السي حاجي، منهم الاخوان المحترمين اللي كانوا هنا، منهم الحاج نور الدين معزوزه، منهم واحد مجموعه نتاع الاشخاص ومجموعه من الاحزاب السياسيه اللي ارتأت انها تساند هذا هذا سي نور الدين الحارتي اللي كان عندها راي ثابت باش انهم يزكيوا سي نور الدين الزرزوري، وما جاش هذا اعتباطا ولكن جاء باش 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 نفضلوا مصلحه المدينه على مصلحه اخرى. مره اخرى نشكروا الجميع اللي ساهموا، نشكروا السي عصام بوسعاده، نشكروا جميع الاخوان والاخوات اللي تجندوا باش ننجحوا هذا المقعد هذا
وباش يربحوا الحزب ديالنا اللي هو حزب الاصاله والمعاصره، وباش تكون واحد التمثيليه اللي هي تمثيليه قويه داخل الجماعه، ويعطي للفريق ديالنا داخل حزب الاصاله والمعاصره واحد القيمه اللي هي قيمه اضافيه. مره اخرى نشكر الاخوان جميعا كل باسمه وصفته، ونشكر الاخوان اللي موجودين واللي التحقوا بالمنازل ديالهم، والفرقه الفولكلوريه اللي جات هنا امام البلديه، وجميع الاخوان اللي نجحوا هاد المحطه الديمقراطيه، واليوم اللي ربحت هي المدينه ديالنا، لان ما يمكنش هذه تشي ناقصه بمقعد واحد لان تكون معيبه، ولكن ربحت اليوم المغرب، ربحت اليوم مدينه وجده. ومره اخرى نشكر كذلك الصحافه اخبارنا اللي مجنده معنا في كل وقت وحين من اجل ايصال صوت المواطنين واخبارهم بكل ما يعني الشان العام والشان الخاص. شكرا لكم، ونشكر الجميع على هذا الالتفات. شكرا لكم.